يلا اكشن. بص يا بص عم اللي جاي اللي جاي طالع حال فرق بيني وبينكم كتير قلبي ميت قلبك ناي قول لي يا معلم دار ودار ودار حوار اللي جاي عارف فيه ضربت فيه انا من عيار ورحمة الله وبركاته. عاملين يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في جنين ما تنسوش الاشتراكات واللايكات والحركات. عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده شعرنا اللي يحبوا بعضينا إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا عن عبارة عن مجموعة كلاب هتتعرض للبيع، كلابنا وكلاب حبايبنا اللي محطوطة عندنا. في عندنا كلاب استضافة وفي كلاب تدريبات وبتتعرض برضو للبيع إن شاء الله. النهاردة هنوري هنصور لك كلب كلب. أي حاجة حابب أي حاجة يكلمنا على طول على التليفون 010-66-70-30-60 أحمى مايكل. يلا بينا نبتدي على أول كلب. يا ولاد الايه يا عفاريت you
النهارده راح احنا عند واحد صاحبنا معاه كلب شرس مقاتل. هنروح بقى نتفرجوا على الكلب الشرس دوت ونشوفه بقى ايه وضعه، بيمسك خشب بقى ما بيمسكش، الكلب بيتحل بيتحل. يلا بينا نروح نشوفه الكلب. يلا بينا بقى نخش على الكلب الشرس المقاتل. Thank you.